اعيط هكت هكتم في نفسي لحد معي. لا عيطي يا اختي عشان انا اللاعية، ولا اقول لك عيطي وفضفضي وخدي راحتك. ليل بلم الازاز ده من على الارض وطوقيه، وانت يا عبد الناصر تعالى ورايا هديني في الصال اعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر. مش قلت لك ارجعي بيتك وفيدي بجلدك؟ ما سمعتيش كلامي، حطي لي فص قرون في العشاق. ايوه حاضر. يا اخوي هو انا اخواتي لسعوا من شويه؟ صح النوم يا بطل، ايه كل النوم ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الفلوس. محسن باشا عارفه الفاسد المعفن خد 100 جنيه عشان يخليك تقعد هنا وسطينا لحد ما نطمن عليك، بس انا خوفته قلت له لو رماك في الزنزانه لوحدك كده وحصل لك حاجه هيشيلوا كلهم المسؤوليه. انت راجل على ذمه قضيه يعني لسه محتاجينك. طب ما ودونيش ليه المستشفى؟ معاك فلوس؟ لا خلاص هنا ارحم لك. مستشفى السجن من غير فلوس موت محقق. عارف اخيرا التخيل ده بيدفع كام في حقنة الانسولين اللي النيابة صرفها له؟ 20 جنيه في الحقنة الواحدة، وإلا يقولوا له الكهرباء قطعت والانسولين باص في التلاجة. ساتر يا رب، دول مش بني ادمين. لا يا راجل بني ادمين ونص، انت بس اللي مش واخد بالك. يا اخي كل ما ابص على انفعالات الدهشه اللي على وشك احس انك مالكش علاقه خالص بموضوع تفجير الكنيسه ده. انا فعلا ماليش علاقه بموضوع الكنيسه ده، وهم عارفين ده كويس، والكلب اللي اسمه عبد الرحيم عارف ده كمان. مش هسيبه غير لما يشهد بالحق ويطلعني براءه انا واخويا. طب ايه ده بس؟ ايه ده ايه ده؟ ما تفورش دمك، انت راجل صاحب عاية دلوقتي. انت فاكر ان كل واحد في اللي حواليك دول قتال قتلة مثلا ولا ارهابي دولي؟ ايوه بس دي ناس شالت سلاح على الدولة وعلى ناس عزل، انما انا لا، انا غير. ومين قال لك كده؟ في ناس شالت سلاح واتحكمت وقضت مدتها ولسه قاعدة في السجن بقالها 10 سنين، وفي ناس كانت قاعدة مع ناس شالت سلاح مجرد ان هم قرايبهم او اصحابهم برضه اتقبض عليهم مرميين في السجن، وفي ناس لا شالت سلاح ولا قعدت مع ناس شالت سلاح بس مجرد ان هم يتعمل لهم قضايا لضباط امن الدولة اللي مش لاقيين شغلانة، وفي ناس جت هنا بشكاوى كيدية. كل ده بفضل قانون الطوارئ المبجل. ايوه بس برضه دي ناس منتميه لجماعات واقفه ضد الدوله، هي بتسميهم ارهابيين وهم مسميين نفسهم اسلاميين. انا مالي ومال كل ده؟ حتى عاصم الله يرحمه اللي كان ساكن معايا واتقتل في التعذيب كانش ليه دعوه ولا بتنظيمات ولا يحزنون. برضه مش عايز تفهم. طيب عندك انا مثلا عارف بقالي كام سنه في السجن؟ 10 سنين بالتمام والكمال. تفتكر تهمتي ايه؟ مش عرفني. تهمتي اني حاصل على دكتوراه في المفاعلات النوويه. هي في حد ذاتها مش تهمه، بس اضيف عليها ان انا مقتنع بفكر جماعه الجهات. يا نهار اسود ومنيل. اتقبض عليا في 11 سبتمبر في بريطانيا. انا كنت عايش هناك بقالي سنين. وبعد شكوى كيديه رحلوني على مصر. عشان بلدي الحبيبه تنتزع مني اعتراف ان ليا صلات ارهابيه بتنظيم القاعده. بلدي الحقيقه عملت اللي عليها، ما قصرتش بس فشلت. مش لاني دماغي ناشفه ولا ايماني قوي، لا 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 لا، لاني فعلا ماليش اي علاقه بتنظيم القاعده. واديك شايف هتيجي مرمي قدامك اهو. بناتي كبروا وانا هنا،
وهيتجوزوا وانا برضه هنا، وان شاء الله خرجتي هتكون برضه من هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم الحاج، يا عم الحاج، انا مقدر مشاعرك والله، بس انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي انت بتقوله ده. انا غير يا ابني. افهم، انا مش بقولك الكلام ده عشان ايأسك ولا احبطك، انا بس عايزك تبقى واقعي وتشوف الامور على حقيقتها. الامل في السجون بيدمر العمر. الله يطمنك يا اخوانا، رجعوني زنزانتي. طب تعالى تعالى، خلاص خلاص، اقعد اقعد استريح، مش هفتح بوقي معاك بكلمه واحده. اعمل له شاي يا ابو مصعب. عمرك يا دكتور. ابو مصعب كام معلقه سكر ان شاء الله؟ طب ثلاث معالق واللي انت تشوفه. ماشي. كتير على فكره، الصحي انك تاخد معلقه واحده، واحذر السموم الثلاثة، الملح والسكر والدقيق، بالذات في المعتقل، لأن صحتك هي رأس مالك، وإلا ربنا يحوجك لمحسن عرف الفاسد المعفن وأمثاله. لا إله إلا الله. بص يا دكتور إبراهيم، آه أنا مقدر كل اللي أنت عملته علشاني، وإن شاء الله أول ما ربنا يكرمني المية جنيه بتاعتك هترجع لك وفوقيها بوسة كمان، بس أنا بقى ما عنديش استعداد اقبل فكره ان انا معتقل اساسا، وسيادتك زي ما انت بتقول مؤمن بفكر الجهاد، عشان كده ربنا ما شاء الله منزل عليك صبر وبتكلمني على كل الظلم اللي انت اتظلمته ده ولا اكنه فارق معاك، انما انا غير. طيب ما تطلع على الفكر ده يمكن يروقك. يا نهار اسود يا اخوانا، انتوا يا جدعان، انتوا يا جدعان يا اللي بره، يا عم انا عايز اتحبس انفراد الله يكرم. فكر مين بس يا عم الحاج اللي عايز اتعرف عليه؟ الشاي. تسلم ايديك يا ابو مصعب، ما كانش ليه لازمه التعب. روح انت يا ابو مصعب اشرب الشاي واهدى كده، ما تفضلش تدور على الغلب، الغلب ما فيش اكتر منه عندنا هنا. عارف يا دكتور، أنا بقلق جدا من الشخص المتفائل اللي على طول مبتسم ده، عشان اللي شايعني وجابني هنا راجل كان طول النهار فشيخ لضبه. الله يكحمه بقى مطرح ما راح. لا لا، ادعي له بالهداية، فإن لم يهتدي يبقى ربنا يكحمه. ماشي، بس أنا عايز أفهم حاجة، لما أنا مظلوم زي زيكم ليه مقعدني في حبس انفرادي؟ الفلوس يا أخي العزيز، الفلوس. لو معاك فلوس ممكن تقعد عندنا هنا طول اليوم وتروح تبات في زنزانتك، ولو معاك فلوس أكتر ممكن تقعد عندنا هنا على طول، وإحنا تحت أمرك لو حبيت. إحنا؟ لا كتر ألف خيرك، كفاية عليا التهمة اللي أنا فيها، عندي أمل إن أطلع منها، فبلاش حكاية إحنا دي خالص. وعلى فكرة في أول زيارة ليا هرجع لك المية جنيه بتاعتك. بتضحك على ايه؟ على حكاية الزيارة دي يا إنسان. زيارة ايه؟ أنت راجل دمك خفيف وربنا هيحزك إن شاء الله. الله، معناه ايه الكلام ده؟ أنت مش لسه قايل إن بيجيلك زيارة؟ عشان ده يحصل لازم يبقوا متأكدين إنك رضيت بالظلم واتصالحت معاه، وأهلك رضيوا بالظلم واتصالحوا معاه. انما لو حسوا للحظه ان الزياره لو جات لك هتطلب محامي وتعمل لهم قلق ومشاكل، يبقى تنسى موضوع الزياره دي خالص. على فكره اعتبر ال100 جنيه اللي انت خدتهم قرض حسن، وبقى رده وقت ما ربنا يفتح عليك. بصراحه مش فاهمه، انت كنت فاكر ما هيقدر يعمل ايه يعني؟ ما ياما يا راجل قلتلك بلاش الرومانسية الثورية بتاعتك دي. لعلمك بقى في ناس أكبر وأهم من أخوكي ده 100 مرة ومبقدروش يحطوا عينهم في رائد أمن دولة. أيوة بس أنا أخته يا منى، أخته. هكلمك جد ولا هتزعلي مني؟ والنبي يا منى بلاش هزار دلوقتي. طيب ماشي نتكلم جد. أولا أنت ليه مقتنعة جدا كده إن أخوكي مش زعلان عليكي؟ لا يا راجل اكيد طبعا زعلان جدا ومتضايق، بس في الاول وفي الاخر الغلطه كانت غلطتك.
بصي يا حبيبتي، انا عارفه الحاجات دي حصلت ازاي وفي انهي ظروف، وان الكلب ده استغل ضعفك، بس برضو كل الحاجات دي ما تديش لاخوكي القوه اللي يقف قدامه. زعلتي من كلامي؟ لا خالص والله، بس انا صعبان عليا احمد من اللي هو فيه ده، هي بسببي. بس انا مش هسكت، هطلع على الاعلام واحكي قصتي مع هيثم واقول ان هو سبب في تلفيق القضايا لاحمد واخوه. عارف بقى الكلام ده تعملي بيه ايه؟ تكتبيه في مدونه وتحطيه على النت. واحنا كده بينا وبين بعضينا نعمل له شير بقى، تويتر، فيسبوك كده. ولو قلت تحبي تصورني حطه على اليوتيوب، واذا بتوع امن الدوله حبوا يطنشوا كده ويسيبوه كام يوم ماشي، كام الف واحد هيقراه. طب على الاقل نحاول يا منى، نحاول. هيرفع عليكي قضيه سب وقصف، وقانونيا للاسف هيكسبها انك ما عندكيش اي دليل على كلامك، وساعتها بقى بصراحه مش هتبقي ساعتي احمد خالص. لا انا مش مصدقه المهنه دي بجد، مش مصدقه. ما انت عارفه كويس قوي ان في ناس كتير حياتها بتتدمر تماما على اسباب اتفه من دي. انت كده بتطمنيني صح؟ لا مش صح، انا كده بحاول اكوي جرحك عشان يخف بسرعه، عشان تعرفي تفكري. بصي انا حاولت افهمك انت واحمد قبل كده، انت ما حبيتيش تفهموا، قلت لكم بلاش تحدوا الضابط ده، بصوا لقدام. ساعتها قلتوا عليا ان انا بقيت اصلاحيه وما بقتش ثوريه وكلام كده. بصي انا مش زعلانه منكم خالص، بس دلوقتي ارجوكي اسمعيني وحاولي تفهمي، انتوا مش واقفين قصاد ضابط امن دوله، لا انتوا واقفين قدام جسم عملاق لنظام قمعي ومتوحش، لو حد فكر يلمس منه شعره بيلف يحاربه بكل قوته. عارفه ليه؟ عشان ما يستجراش يفكر يعمل كده تاني. يعني ايه؟ اسكت وايأس وخلاص؟ ده انا حتى مش عارفه اكلم احمد واطمن عليه. لا ما تيأسيش، ان شاء الله هتكلمي مع احمد وهتشوفيه وهتطمني عليه وهيطلع براءه كمان. على فكره يا راجل انا مش ساكته، انا بعمل كل حاجه عشان اجيب ملف القضيه، ولما ابقى فعلا ملف في ايدي انا بقى هشوف بنوا القضيه دي على اساس ايه، وهمسك الاساس ده واهده طوبه طوبه. البطال والمحتال
والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. أعلنت مصادر للجزيرة بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر البلاد. جاي لك حبيب مش عدو الله يا ابو خالد، حقك على راسي من فوق على اللي جرالك، ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من اساسه. بس ما تنساش يا اطفال انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟ عايز ايه يا عبد الرحيم؟ عايزك تفهمني يا صاحبي. انا مش صاحب حد. وماله؟ صحيح هي مرة واحدة اللي كان فيها عيش وملح فوق السطوح، فاكرها؟ أنا راجل صعيدي، والمرة دي كفاية عندي إن يبقى بينا عيش وملح، وحقك عليا إن فهمك ليها أنا عملت اللي زعلك مني. أنا لا عايز أفهم ولا نيلة، أنا كل اللي عايزه منك إنك تشهد بالحق في النيابة عشان أنا وأخويا ما نتظلمش. تاني هيقول لي نيابي. يا واد خالي ما هو ده اللي أنا جاي أقولهولك. أنت عارف إن أنا ما تعرضتش على النيابة من أصله؟ عارفها دي؟ يعني إيه؟ ما جابوك هنا ازاي؟ اسأل روحك. انت عارف ان انا في تحقيقات امن الدولة ما رضيتش اجرب اسمي؟ ولا انا منين؟ وقلت لهم ان فادت الذاكرة، وحصلت لي حادثة من كام شهر خلتني ما افتكرش حاجة عن نفسي واصل، وان راجل صاحب الورشة شغلني شفقي. وانت كده بجد ولا بتستعب؟ بغض النظر يا صاحبي، انت حكومة ولقيت حد قدامك عم يقول لك قصة الفيلم الهندي دي، تدور وراه وتشوفه عم يكذب ولا كلامه صدق، ولا تبصم بالعشر على الكلام ده وتحطه في ورق رسمي. يعني انت ما شفتش النيابة؟ يا ابوي ده انا كنت خايف وعامل حساب اللي هتحول فيه النيابة دوت، لانها ممكن تحولني على الطب الشرعي وهناك يعملوا لي تحليل الدي ان ايه. طب ما انت فل اهو عارف الدي ان ايه. ليه؟ قالوا لك عليا جاي من ورا الجاموسة؟ ده اللي جاي من وراها يعرف الدي ان ايه، ومع ذلك الحكومه الالكترونيه بتاعتنا ما فكرتش انها تعمله. عايزني بقى ما احمدش ربنا وابوس ايدي وش وضهر واروح اقول لهم حولوني للنيابه عشان افضح نفسي بنفسي؟ وده اللي انا نفسي افهمه. انت عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ يفرق السؤال الاولاني عن التاني كتير يا ابو. ماشي عبد الرحيم، خلينا في السؤال التاني عشان افهمك. عاجبك رميتك في السجن دي؟ بصراحه تأمل مكان بالنسبة لي في الدنيا. فهمتك أنا كده. أقول لك اللي فيها وأمر لله، مش بس عشان استرجلتك وعارفك هتقدر ظروفي، إنما عشان لو حكيته لأي حد هكدبك وهقول عليك عم تتبلى على راجل فقد الذاكرة زي نور الشريف في تمثيلية الراجل الآخر. يا عم ارحمنا، ارحمنا من الثقافة بتاعتك دي وفهمنا إيه اللي حاصل. مش عايز أفكاكة دي يعني يا أبو المفهومية. راجل صعيدي هربان في اسكندريه، ولما تجيله الفرصه يخش السجن يضحك بدل ما كان بيبكي كل ليله وهو نايم. يبقى هربان من طاعه. ايه يا راجل يا مسجل، ما قريتش عن حوادث الطرف الصعيدي؟ طب بلاش، ما شفتهاش في التمثيلات والافلام. انت هربان من طاعه عشان ترمي نفسك في تهمه هتجيب لك اعدام؟ ومين قال لك انهم هيعدموني؟ طبعا هيعدموك ازاي وانت شهدت ضدنا بالباطل؟ يا سيدي انا لا شهدت ولا اتنيل. انا بقول لك انا ما اتخدش اجوالي من اصلا. انت لما رحت النيابه حد جاب لك سيرتي بحاجه؟ صحيح. دول جابوا لي سيره شهاده عاصم بس الله يرحمه. شهاده ابن الكلب اللي اسمه اسماعيل ده بس ربنا عطرني فيه. شفت؟ يعني هم ما لهمش مصلحه اساسا ان اسمي يجي في القضيه. ليه؟ عشان لو اسمي جه في القضية يبقى لازم يثبتوا شخصيتي وتحاليل وتحريات ومباحث وتدوير وكل ده هيعطلهم.
وهم عايزين يكروتوا القضيه سريع سريع عشان يطلع قدام القيادات ان كل شيء تمام والامن مستتب. يبقى لازم اللي زي يتنيل على عيني اللي خلفوه ويختفي لحد ما الدنيا يبان لها بيان. وانا اللي صدقت انك كهرباء سيارات. بس انا صدقت انك مهندس ميكانيكا. ما انت خابر الدنيا واللي فيها يا اطخاني. انا عايز افهم، طب هم جابونا احنا الاثنين ليه سجن واحد؟ ما كانوا يودوا كل واحد فينا سجن عشان ما نتقابلش. وهم كانوا يعرفوا منين ان قلبي هيرتاح لك وهحكي لك عشان تهمد وتسيبني في حالي وترحم نفسك من الهري والنكد اللي انت عايش فيه ده؟ وبعدين يعني انت فاكر ان الناس ديت يعني عامله حساب اللي زيي واللي زيك وان احنا ممكن نضرهم في حاجه؟ جرايه يا باشمهندس، ده حتى كان باين على الواد اخوك لما جه انه راجل واعي وفاهم البلد دي ماشيه ازاي. يعني ايه؟ اسكت واحط في بقي جزمه؟ مين قال كده؟ سلمها لله وشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. الاختيار الوحيد اللي قدامي يبقى لون حبل المشنقه اللي هتلف حوالين رقبتي انا واخويا، مش كده؟ يا ابوي احمد ربنا ان اخوك هربان، وادعي له ان ربنا يسهلها له ويهج بره المخروبه دي كلها. وبعدين يا اخي احمد ربنا انك لسه عايش، مش زي عاصم اللي قتلوه ولا زي اسماعيل اللي ما نعرفش عملوا فيه ايه. اسماعيل زمانه متنعم دلوقتي مش زينا. يا سيدي هيروح من ربنا فين؟ يعني ايه؟ الآية هتتقلب؟ أنت هتنام كل يوم وتشخر وأنا هقعد أعيط زيك؟ مش بقول لك قلبي ارتاح لك؟ بقول لك إيه؟ ما تيجي نربط مع جماعة الدكتور إبراهيم ينقلونا العنبر عنديهم بالاتفاق مع الضابط المشرف. الجماعة شاريين، ما تقفلش دماغك معاهم. قول كده بقى، كده بانت، هما اللي بعتينك، ها؟ امشي من قدام يا عبد الرحيم. امشي بدل ما افتح دماغك، جاتك البلا، ولا اقول لك انا اللي همشي. على كيفك. أول ما شفتك قلت عليك فجري ابن فجري. معلش يا بنتي. ربنا يكفيك شر المواصلات. لا لا حصل خير يا عمو، قصدي يا اسطى. امال الشيخ حسين فين؟ الشيخ حسين؟ اه لو سامعك كنت بتقول الشيخ حسين دي هيتجعص قوي. انا قلت بعد ما احنا جايين عند راجل كبار وخبره مفيش داعي نجيب حسين معانا رحمه بيه وبينا. على رايك فعلا عندك حق، ممكن يطلع زرابين الراجل وراجل يفتكرنا بقى ايام البوليس. لا لا احنا مش ناقصين. اتفضل. بمناسبه البوليس ده احنا طبعا هنقول له يا متر ولا سياده اللواء ولا نقول له ايه يعني؟ بص هو بيحب الناس تقول له يا حلمي بيه. اه يعني انا عارفه حضرتك هتقول لي انه الحاويه اتلغت من ايام الثوره، هقول لك معلش تخطى على قد عقله. وعلى فكره هو بيحب لقب بيه ده يعني باب الاحترام، مش لسبب طبقي يعني ولا حاجه. ماشي، كان ليك حاجه عند اللواء قول له يا باشا. كده؟ توكلنا على الله. يلا ربنا يجيب لك حاجه سليم. اتفضل يا سليم. اتفضل. انت متخيله بقى ان في البلد حد ايا كان علاقته بالبوليس يقدر يديكي معلومات عن قضيه بالشكل ده؟ والله ممكن، انا كنت فاكره ان حضرتك جامد يعني، بس ياسر كنت فاهمه غلط. بصي بقى، موضوع لا له علاقه لا بنفوس ولا بجمود ولا بعلاقات زي ما انت متصوره. طب ما انت ممكن اهو تطلبي مني اي معلومات عن اي قضيه جنائيه من اسوان لغايه اسكندريه وانا هديها لك جاست لايك ذات. بس لما يبقى الموضوع له علاقه بقضيه سياسيه ربما محتاجين علاقات زياده فهم للدوله. لكن لما يوصل للارهاب بقى يو جاست فورجيت اباوت ات. احنا مش جايين طالبين الافراج عن ابني، احنا عاوزين نعرف هو مسجون فين، اي ورقه تثبت هم رحلوه على انهي سجن. ام سوري يا فندم، انا فعلا متعاطف مع سيادتك بس ادي حكم الله وحكم الثوره بتاعتكم. الثوره بتاعتنا؟ انتوا ليكوا كام ثوره؟ ثوره 19 دي بتاعتنا، انتوا ليكوا ثوره 52 مش كده؟ بالمناسبه منى قالت لي ان سيادتك قياده عماليه واسمك كمان عبد الناصر. انت اكيد مواليد الخمسينات، ها؟ مهووس بقى بانجازات الثوره واكتسابات الطبقه العامله، ممكن برضه تقتل نفسك عشان 50% عمال و50% فلاحين، مش كده برضه؟ عاوز اقول لحضرتك انا مش ناصري. ومع ذلك انا مش فاهم هي ثوره 23 يوليو اللي ماتت وشبعت موت حرقه سيادتك في ايه؟ ماتت ازاي؟ مش هي اللي بتتحكم بشرعيتها البلد اليومين دول؟ ولا هتقولي بقى اللي يحكم البلد الثوره المضاده وكلام اللي بيحبوا الناصريين يقولوه بقى بس عشان يبرروا جرائم جنرال يوليو؟ ما تيجوا نتحاشى الجزئيه دي
ونركز ازاي بقى كل ده بيأثر على قضية احمد محمود. ممكن؟ انا اقول لك يا ستي، ما هو من منجزات ثورة يوليو المجيدة انها خلت الحريات الفردية للمواطن تتقلص وتتضاءل وتنعدم، ما تستشعرها ان المواطن ده بيشكل خطر على امن الوطن. الكلام ده طبعا من وجهة نظر اي مسؤول في الدولة. ما تستشعرها هذا الخطر تسقط اي حريات واي حقوق للمواطن ده، وتبقى عملية انك تفعصه بقى سياسيا او اجتماعيا حاجة مرحب بيها، ما هي معمولة عشان الصالح العام. وبناء عليه لما يبقى ابن زي ابن سيادتك بيجي في قضية ليها علاقة بالارهاب الديني، بيبقى من عاشر المستحيلات انه يفكر انه هو زيه زي اي معارض سياسي له حقوق. هو ملوش حقوق ولا حريات ولا حتى حق في المحاكمة ولا حق بالزيارة، ومحدش هيعترض. ليه؟ لانه الراجل ده بيشكل خطر على امن الوطن. هتفضل بقى حياته متعلقة في ايد الساهرين على حماية امن هذا الوطن. لا بقى، وانا ما اقدرش اسمع الكلام ده واقعد ساكت، والا هتجيني جلطه. طب ساكت وسيادتك، يعني عمال تتكلم وماسك السيجار تنفخ في وشنا ومالكش اي علاقه بالنظام القمع اللي بتتكلم عنه؟ ما سيادتك كنت لواء، كنت بتخدم النظام ده، النظام اللي بدل الامن السياسي على الامن الجنائي. جاي دلوقتي زايد عليا انا اللي دخلت المعتقل يجي 10 مرات. جود فور يو يا عزيزي، انا مش بزايد عليك ولا حاجه، انا كنت بحاول اشرح لك وضع انا ما اقدرش انكر ان انا كنت جزء منه في يوم من الايام. بس على الاقل انا ما اهنتش اي مواطن بقلم على قفاه. تحب اقول لك حاجه كمان؟ انا عندي استعداد، كان عندي استعداد ان انا ارجع للبوليس عزه ومجده، بس ايام ما كان بيخدم الشعب مش بيخدم الحاكم. يعني قبل ثوره 23 يوليو ما كانش في امن سياسي، ما كانش في معتقلات، ما كانش في مخبرين، ما كانش في اغتيالات سياسيه. اطلع كذاب لو قلت لك لا، بس سيادتك برضه تطلع كذاب لو انكرت انه مفيش ولا نسبه ولا تناسب بين القمع اللي هو جزء من النظام وبين الدوله اللي بقت كلها قمعيه. طب انا هقول لك حاجه، احنا بعد كام يوم داخلين على احتفالات عيد الشرطه. طبعا في ولاد على فيسبوك وتويتر عمال بيجهزوا حاجات وهينزلوا مظاهرات عشان يضايقوا الشرطه في عيدهم يعني. حضرتك طبعا فاكر ملابسات هذا اليوم. ازاي البوليس المصري بقياده فؤاد سراج الدين باشا قام في وش الانجليز؟ تقدر تقول لي كم واحد من جينيريشن دي ولا حتى من اللي سبقها عنده فكره عن الموضوع ده؟ هذا الموضوع يمثل له فخر، اعتزاز، فضل في وجدانه. مش هتلاقي اي حد فاكر اي حاجه عن اي حاجه. بس ده مش معناه ان مصر قبل الثوره كانت جنه الله في الارض. ده ما كانش فيه مواطنين. المواطنين كانوا رعايا عند الملك. الانتخابات كانت شكليه. لما حزب الوفد كان بينجح الملك كان بيلغي الانتخابات. الصحافه كان لها حدود، الصحفيين كانوا بيدخلوا السجن. الثروة كانت مركزة في ايدين مية. الناس كانت بتمشي في الشارع حافية ويجي الليل تبات جعانة. أنا كده I rest my case. قولي له حاجة يا منى، لأنه واضح الأستاذ ده مش عايش معانا في نفس البلد. يا إكسلانس، بلدك إيه غير كل الحاجات اللي حضرتك قاعد بتقولها دي؟ يا حلمي بيه، أنا كنت أعرف إن شهادة حضرتك النهاردة مفتوحة قوي كده على التاريخ السياسي، ما كناش جبنا الراجل من رشيدة عشان تساعده، كنت جيت أنا وخدت الدش السياسي ده لوحدي. خليه يتكلم، هو مهما اتكلم مش هيقدر يغير من اللي عمله عبد الناصر. عبد الناصر عمل للبلد دي كرامة واستقلال وتنمية. بس للأسف غياب الديمقراطية كان غلطة كبيرة. لا وجريمة عشان أحبك. هو كان ما كانش هيصلحها عشان ما احبكش. لا كان هيصلح وارجع لاجتماعات الاتحاد الاشتراكي. بصي يا منى، انا كده هفقد اعصابي وممكن اتوتر وتزعلي مني. ممكن تهدوا شويه يا جماعه عشان خاطري؟ بصوا تعالوا نقول انه ثوره يوليو دي فعلا خربت البلد، خلاص يا انكل؟ بس في نفس الوقت يا اسطى هي نقلت البلد نقله عظيمه جدا. خلاص؟ انا بصراحه مش قادره افهم الجيل بتاعكم خالص. مش فاهمة انتوا ليه مصرين تعيشوا في ملفات الماضي؟ معناها بصراحة لا بتجيب ولا بتودي خالص. اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. في دي معاك حق؟ لا بس احنا بقى ان شاء الله هنعمل مستقبلنا بإيدنا ومن غير الماضي بتاعكم ده. انتوا مش هتعرفوا تعملوا أي حاجة قبل ما تهدوا نظام يوليو ده كله على بعضه. طب ما نرجع لروح يوليو. يوليو اللي انحازت للغالبية العظمى من أبناء الشعب. تاني هيقول لي غالبية؟ أنت مغيب يا أستاذ. اسمع، أنا لا أسمح لك إنك تتطور عليا، وأنت يعني عشان ماسك سيجارة عمال تنفخ فيه، هتقل أدبك علينا؟ لا، لغاية كده والحوار انتهى. بس قبل ما تمشوا،
أنا اللي عايز أسألك، أنا اللي مستغرب أساساً إزاي مواطن زيك عانى كل المعاناة دي من النظام السابق ولسه لغاية دلوقتي بتدافع عنه. أنت أكيد في حاجة مش مظبوطة. He needs help. اتفضلوا. عن إذنك. نورتوني. معلش يا بنتي. ما كانش ينفع أسكت، كان لازم أعمل كده. بالعكس ده أنا اللي آسفة جدا يا عمو. إيه يا اسطى، أنا آسفة يا اسطى. ولا يهمك، ما تفرقش. مش فاهمة. أنا كلمته النهاردة الصبح، اديته الاسم والبيانات واديته كده ملخص عن الموضوع، وقال لي عادي عليا بالليل هيكون عندي معلومات. أنا مش فاهمة، عمري ما تخيلت أبدا يبقى عدواني كده. ولا يهمك، أنا ما سكتلوش، وقفته عند حده. تمام. إيه؟ بتضحك عليه؟ لا أبدا، أصل بس متخيلة أنكل حلم هو بيقول لمديرية مكتبه، بس أنا ما سكتلوش، وقفته عند حده. مش فاهمة الجيل بتاعكم طول الوقت فاكر إنه مثبت الناس موقفهم عند حدهم. ما أنا في الحقيقة بقى بحس بصراحة يعني إن أنتوا واقفين في مكانكم، كل واحد واقف محلك سر. آه، أنت كده هتكمل عليا بقى، هتخليني أشك إن اللي حصل جوه ده كان مؤامرة. لا والله العظيم أبدا، أنا بس معلش يظهر الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري معرفتش أقولهم جوه. بس بجد أنا آسف، حقك عليا. بص يا بنتي، اوعى تخلي حد يضحك عليكي في موضوع الأجيال ده. أنا عارف أنتوا اللي زيك عرفانين مننا، شايفين ان احنا اللي ضيعنا البلد، بس انتوا معذورين عشان ما خدتوش فرصتكم في الحياه. لكن لما تدخلوا الحياه وتاخدوا فرصتكم هتعرفوا ان المساله مش مساله اجيال ولا سن ولا عمر، المساله مساله انتماء وانحياز. ممكن واحد عجوز لكن منحاز للشباب، ممكن يكون فيه شاب لكن جواه روح عبد يقبل ان عجوز يحكمه. والله عندك حق، انا لازم الحق طريق بقى، بس يعني لازم أدبر كذبة مظبوطة على أم العيال. مش هتصدق إن أنا ما عرفتش حاجة، أنت بقى لازم تساعديني. يعني بجد يا حبيبتي ربنا يكرمك ويسعدك وأشوفك عروسة منورة كده في وسط الكوش. يعني خلاص هيسمحوا لنا بالزيارة الأسبوع الجاي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي وأشوفك متهنية. طب ما عرفتيش هما كانوا متهمين محمود واخوه في القضيه دي ليه؟ خلاص خلاص مش مهم، مش مهم، المهم انهم هيطلعوا براءه باذن الله. تعرفي انا من اول ما شفتك كنت حاسه ان الخير هيجي على ايديك. ربنا يخليك. انت صحيح خبتي في القضيه بتاعه الجامعه، لكن معلش ربنا عينك للهم الكبير. ربنا يسعدك يا حبيبتي ويكرمك ويجعلك في كل خطوة سلام ويكسبك كل القضايا. مع ألف سلامة يا دنار. مع السلامة، والقلب دعيلك يا أختي. الحمد لله. يا سلام يا من أنت كريم يا رب، قلبي بيرفرف كده هو من الفرحة. هنام فرحانة النهاردة. يا سبحان الله، تعرفي أني وأنا بقل السمك النهاردة بصيت في الطاسة بتاعت الزيت كده اهو، لقيت باب كبير مفتوح قوي، استهيألي اني بحلم. قلت الحمد لله خير يا رب، اللهم اجعله خير، اهو اتحقق. جرى ايه يا راجل؟ ما انتش فرحان يعني؟ لا فرحان، بس كنت هبقى فرحان اكتر لو كان السمك سخن. شفت ابوكي دايما همه على بطنه. بس يلا الف هنا وشفا، حلاوة الخبر الحلو ده أنا هقوم أقلي لك سمك تاني من أول وجه. لا لا خليك قاعدة، أنا قربت أشبع أهو، فاضل حاجة بسيطة من البلطية دي وشكرا على كده. أنا قريت على النت النهاردة في موقع اسمه المصري اليوم إن الريس الأسبوع الجاي منه لله حسبي الله ونعم الوكيل هيقول خطاب في عيد الشرطة اللي جاي ده، وبيقولوا إن في مصادر مهمة قالت إن هيبقى في أخبار أمنية خطيرة. تفتكر يا بابا ان حاجه زي كده ممكن تخص قضيه احمد ومحمود؟ اكيد، يمكن عرفوا مين اللي عمل المصيبه دي والريس طالع مخصوص عشان يدي عفو لعيالي. الهي ربنا يكرمه ويديله الصحه والعافيه ويطول في عمره يا ستي. يا رب. يعني عاجبك كده يا تحيه؟ هي ناقصاك انت كمان تدي امك امل كاذب واحنا مش عارفين راسنا من رجلينا؟ يا شيخ حرام عليك، بتكبسني ليه؟ ما تسيبنا نحلم يا راجل. احلامي على قدك يا فاطمة، احلامي على قدك، بلاش نعيش في أوهام.
بلاش بقى الاوهام، استغفر الله العظيم. ويا اختي ده ماله الراجل ده؟ زي ما يكون مش فرحان انه هيروح يزور ابنه. طب خساره فيك السمك بقى اللي انا قلتهولك، يا ريتنا كلناه كله يا جماعه.